الحق ديالي. هادشي اللي كنطالب، ما كنطالب حتى شي حاجه من غير الاهداف. مريضه شدتها شنقات عليها قشاوه تحت منهم، قالت لك كتبان لي الضبابه كحله، ما كنعرفش شكون يضربني وباش ضربوني. مرت فاطمه الزهراء مرت ولدي، بنتي ومرت ولدي. انا يا ضاربه مع ولدها ضرب مع شي دري صغير، ولدها صغير شدوا واحد وضربوه عنده 15 عام. ملي مشات كتبرع شدوها وكرفصوها وضربوها، ما حاسه ما ضانا العالم الله. وانا ما شفتهاش واش دقات شي دقه بزاف مجهده ولا الله اعلم كيفاش توقع مع الخرجه مع بدو عليها بالعصا دريه وخوها. ومن بعد جا ليها جابت شي دريات ما عرفناهمش منين. انا ما حاسه ما ضانا تجابوا لي كرفصه. اليوم انا كنطالب القانون بانه هو دريات شدوا امها وشدوا خوها وفي الاخر طلقوها، وانا مرت ولدي ماست وهما باقيين كيدوروا فوق الارض. علاش من السبب تيبقاو يديروا بحال هكا؟ ماشي قانون هذا باش يبقاو يديروا بحال هكا. انا كنطالب الحق ديالها، كنطالب حق مرت ولدي ولادها صغار، وهي اللي جرايه عليهم وهي اللي بيا وهي اللي مقابله ولادها. ولدها مريض وفي الاخر يتموهم، قالهم يتامى دريه ودري وخلوهم يتامى. وباش نصبر في هذا الحق ما نصبرش فيه. السبب ديال النزاع هو الدراري مضاربين، ولدها هو عنده 15 عام والدري اللي مضارب معاه عنده 11 عام باقي صغير، وشدو ديما كيضربوه ديما كيحقر عليه. وملي مشات كتبر نطليق دريه عندها 22 عام وهي شدت دريه، ودريه درويشه ما عمرني دارت شي صداع ولا شي حاجه في الدرب. واليوم كنطالب الزرقاء كلها وباش ما باش ما شهدت فيها، ما كتهش راسها ولا كدير مشاكل ولا شي حاجه. اليوم انا كنطالب القانون ديالها. الله يرحم لكم الوالدين، كنطالب الملك يدير محسابي ويدير محساب هذوك الوليدات ويشوف فيهم. وانا ما نصبرش في الحق ديالي، ما نصبرش في حقي، ما نصبرش في حق الدريه اللي ضاعت. لا كانت عندي واحد الموت هنا في الدرب وكان طيب في العشاء ديالها، توصلت بخبر جابوها لي بحال البطانه شبعات عصا. ملي جيت سولتها قلت لها بنيتي باش ضربتي؟ قالت لي ضربت ببورده ضاربين بعصا، ولا ما عرفتش كيفاش العصا كيفاش جاتني، ما عرفت يد من الفوقانيه دريه ودري. وجات لي الباب وطا ديناها السبيطار. ومني ديناها السبيطار طلبوا ليها واحد الراديو، ملي درنا لها الراديو لقيناها مهرسه من نيفه. لا ما ماتتش في هذيك الساعه، مشينا للكوميساريه قيدات ديك رارات داتها طفلتها اللي داتها. ومن الاخر قالوا ليها عقبتها الغد اللي ثاني صيفطوها ل 20 غشت. ومن 20 غشت خرجوا لها واحد السكانير، وملي مشات الغد اللي دير السكانير مات. لا باقا ما دارش السكانير، يلاه مشات باش غدير، مشات على رجليها مشات للطاكسي. انا شاده هذاك الشيء اللي عندها شاده في الراس، الضرب جاها في الراس وفي كرشها ما بقاش كتقدر تتوقف. مع المشيه مع المشيه مع شي ربع ساعه قالوا لي راه ماتت. نزيف داخلي في الراس، طحنتي قالوا لك تهرسني فما بقاش ما داش لا الدم. راسها ولا كتفتف ولا كتفتف براسها بوحدها هي وولدها. كون كان ولدها هنا غادي يجاوبك، باقي غير صغير وجاوبك، البوليس جاوبهم. واليوم انا كنطالب الحق ديالها. الا كانت غتبان لي شي نتيجه هي هذيك، ما كانش غتبان لي شي نتيجه قولوها لي. الله يرحم الوالدين. جاو البوليس دخلوا فيها وداوها، داوها هي وولدها. والدري ملي داو طلعوا للطوموبيل، هي في الاول قالت لهم ماشي هي، ماشي هي اللي ضربات. ملي طلعوا الدري للطوموبيل قال لهم راه اختي اللي ضربات، ضربات ببوردو وهي راه هي وخوها. في الاخر جابت لي ثلاثه الشمكيرات، انا ما عرفتش منين جاو. وانا ما يمكنش غدا ندير الفوضى، انا تابع القانون ديالي. المعامله ديالها الله يعمرها دار، المعامله ديالها ما تهني ما تدني، كتصبر بحقها مرضيه ومهديه. سمعتي ترزوني فيها، ما نسمح لي من الدنيا الاخره. ما عندها لا مشاكل، ما كدير مشاكل، ما كدير حتى شي حاجه. كون جيتي البارح كنت تعجبتي تقول شكون اللي ميت هنا. سمعتي كون جيتي البارح راه في الشارع من التحت للفوق. في الاخر يامس من لابيلانس جاتي لحداهم، لقات الحفالي وجات الباب عندهم ووقفات، خرجوا التليفون، خرج التليفون بدا كيصور فيها. علاش شنو السبب؟ اشنو مشفي فيا؟ انا ما صبرت لهذا الشيء ودخلتكم حتى باغا نطفي الغضب، نطفي الغضب ديال راجلها ونطفي الغضب ديال ولدها. وباش نزيد عقدوا لي ولدي دابا هذا الشيء اللي كان قدام ولدها كانت العصا تتمرمدات تجابوا لي بطانه وجات لي الباب وطاحت. ما قدرتش توقف بحالكم كفيه واكل العصا. الطلب ديالي الاعدام تعدم
انا كيما ماتت لي مرت ولدي كيما تأدمت هي. الله يخلف على سيدنا، كنطلب عند الله على الحموشي، انا كنطلب الله تعالى يبين لي الحق ديالي. هذا الشيء اللي كنطالب، ما كنطالب حتى شي حاجه غير الاهداف. كيما رزوني فيها ترزاو حتى هما في بنتهم، ما يمشاوش بداو تعنقروا عليا بالزرقه ومداو مكرفسين لي ولادي. انا ما يمكنش يصبر في هذا الشيء. سمعتي؟ ماشي ضربه ولا هرسه وندير لها القبص ونشد نعالجها، ماشي شي حاجه قريبا نعالجها. هذه راه موت هذه، رضيعوا لي بنتي، كرفصوا لي هي الجريه ديالي، ويلي رد لي البال ويلي هزاني. سمعتي؟ انا راضي اهلها، كرفصوني كرفصوني. جوج وليدات ولد ليا، الدري عنده 9 سنين والدري عنده 11 عام، والدري اللي ضربها عنده 15 عام. اللي كيضرب الدري وكيقول لي الهضره خايبه، والدري مريض، اوراقو حاطاهم بجنبيه. هما ابنهم كنعرف حتى الطب اللي كتمشي عندهم، كنعرف حتى المصحات اللي كتمشي عندهم، والو ما كنقدرش كاع نوقف. ما شدوا حتى واحد، كلشي طلقوه. انا اللي مشدوده، انا اللي مكرفسه، ما هما حتى واحد ما بقى مشدود. ملي شدوهم طلقوهم هذيك الساعه. علاش تيطلقوا؟ علاش؟ علاش كيبدا يصور في الطلاب الى انسو يصور فينا؟ علاش؟ شنو السبب؟ وشنو التغيان هذا؟ ما يمكنش. انا كنطلب القانون، انا ماشي بغيت ندير الفوضى، كنطلب القانون ديالي. كيما رزاتني في بنتي ترزا في بنتها، وترزا في ولادها اللي كرفصوا لي بنتي، ما نصبرش فيها. الله اعلم، انا غنمشي نسول المخزن، نمشي ندخل فيه، ما يمكنش، ما نقدرش ندخل بالمخزن. ديك راري مصاب وراقه ودخلات سيرتيفيكا ودخلت كلشي قداته، وملي الطورقات بالبوليس وجات والبوليس ناو سولوه بالزرقه ومشاو في الاخر شدوها. ملي شدوا الدري راه قالوا لي، ملي شدوا الدري قال لي مودا ضربت اختي ببوردو. ونيفا هذيك الساعه ملي مشات ديناها للسبيطار قال لك ودي راه مهرسه من نيفا. السلام عليكم، انا بنت الاخت ديال الضحيه فاطمة الزهراء اللي تقتلات على واحد السبب تافه. ولي الظلمات مسكينه، حنايا في واحد نهار ليله 27 مريحين، كانت ماتت واحد الجاره ديالنا، ومشغولين مطيبين هنا كسكسو وداك الشيء كنزربيو الناس، وهي حاضيه وليداتها حيت ولدها مريض عنده مرض الصرع. وداك الدري هو كيلعب في الزنقه وهي حاضيه، جات دخلت هنايا، جا عندها ولدها كيبكي، قالت ليه مالك؟ قال ليها ضربني ولد الجيره. مشات معاه هي، مني ولدها هي ما كتبغيش اللي يقيس لها ولادها، هي مسكينه خدامه على وليداتها. هي مني جا ولدها هكا كيبكي تحك، كتحس بالحقره حيت ديما كيضربو. وديجا كانت مشات تبرات وجات تبعتها هذه اللي ضرب اللي قتلتها، تبعتها بقرعه ديال الزاج. مني مشات هي دقت بالجات، مني دقت بالجات خرجت عندها قالت لها مالك كتدق تقي علينا بحال هكا. فاطمة الزهراء قالت لها شوفي واش ولدك ما بغى، واش خوك ما بغيش يشدي علينا، ديما كيجي تعدى علينا وداك الشيء. شدتها وهي تشنق عليها، فاش شنقت عليها فاطمة الزهراء ما عنده الصحه مسكينه مريضه، شدتها شنقت عليها قشاوة تحت منهم. قالت لك تبان لي الضبابه كحله، ما كنعرفش شكون يضربني وباش ضربوني. حنايا جالسين معنينا ما بين تجات كلها دمايات، ولدها واقف حداها وهي يعني كلا العصا حدا امه، ما قال والو حيت هو مسكين مريض ما عارفش شنو هذاك الشيء، وباقي صغير في العمر ديالو 11 سنه. جات مسكينه حدا الباب هكا يعلف مقلبها جايه متنيه، مالك مالك ضربت مع غزلان صافي ويا طيح. هادشي الكلمه اللي قالت، فاش طاحت تجمعت علينا الجوقه وداك الشيء فيقناها، فاش فيقناها خوينا عليها الماء وداك الشيء، مالكم علاش ضربتوها؟ اللي كاين واللي كاين. غزلان هذيك السيده ما يعني ماشي اول مره، ديما قلنا لها يلا نديوك للسبيطار، وما كانت غير هي بوحدها هذيك في الدار. مشينا للسبيطار، ركبنا في الطاكسي ناسيه لاكارت، غادي مشطوني نسات لاكارت، رجعنا خلينا مول الطاكسي غير هنا لتحت، وخالتي هبطت تجيب لاكارت، بقيت انا وياها في الطاكسي. مني طلعت تجيب لاكارت هبطت هي والام هذه اللي ضرباتها والجيران، جاو كيطالبوا عافاكم الله يرحم الوالدين وسمحوا لينا وهادي وهادي. هي مسكينه قلبها ابيض، خرجات من الطاكسي وقالت لها غير تجي تقول لي غير سمحي لي. هذيك الساعه باقي ما عارفين شنو عندها، تجي تطلب مني غير السماح. هنا باركه قالت لي هما خليتها تخوى الزنقه ونهبط عليك. فاطمة الزهراء خرجت وجلست قدام الباب وقالت لها انا خرجت عندها، تهبط عندي تقول لها السماح. انا قلت لها ما تسمحش لك
ما تسمحيش لها حتى تبوسي لها راسها. قالت لي لا انا ماشي بنت الكلاب، تقول لي غير سمحي لي حيت تحكرت. مشات امها تقولها لا، تبعتها خالتي من موراها قالت لها شوفي طفي عافاك هاد الغاده، بجي طلبي منها غير السماح، راه حشومه راك تعديتي عليها. قالت لها ما نطلبش منها السماح، بغات تمشي ديكلار تمشي ديكلار، انا باغا نمشي ناكل العدس. قالت لها فاتحه خالتي هذه اخر هضره. قالت لها واخا صافي. ويا فين هبطنا؟ جمعت الوراق ديالها هبطنا نديكلاريو، مشينا للكوميسيريه ديال الحي الصناعي قالوا لينا ديروا سيرتيفيكا. مشينا للسبيطار شافوها قالوا لا الطبيب ما نقدر نقول لك والو حتى ديري بلاك. دارت بلاكه قال ليها انا عندك الهرس في النيف خاصك ديري السكانر. وهي مسكينه ما قدش وقف غادين ومتكيه علينا. صافي الغد ليه مشاو داوها العشرين غشت باش دير سكانير، مشاو مهزينش الفلوس طلبوا لي السكانير ب 24000 ريال. فاتحه خالتي قالت لها صافي ترجعوا للدار نهزوا معانا الفلوس ونديك دير السكانير. هي هذيك مشات مسكينه الغد ليه خدمات، وخاف هذيك الحاله خدمات الى بركات صافي غيجريو عليها من الخدمه، وهذيك الخدمه لقاتها غير براق النار. صافي من مشات هكا خدامه مسكينه مني جات تقرب يود المغرب تزيرات مسكينه كتحس بالدوخه راسها كيضر بزاف وما قادش توقف. راجل هزها هز السبيطار، فاش داها هز السبيطار حنا كنا صافي راه غيمشيو يديروا لها داك السكانير وداك الشيء صافي غتولي بخير. حتى كنسمعوا اخبارها ماتت. علاش؟ على اسباب تافه. علاش؟ علاش السيده مسكينه صافي غير ناضي تبرى نقتلوه حنايا؟ واش كاينه السيبه في البلاد؟ كاين واحد القانون، حنا بغينا غير يطبق القانون حيت القانون باقي ما طبقش، باقي ما شفنا حتى شي حاجه. هي الام جاو البوليس حتى ماتت، عاد جاو عندنا البوليس مشاو لدارهم لقاو غير امها وهاد خوها اللي ضربها داوهم. فاش داوهم هم كذبت عليهم والله العظيم الله داكشي اللي قالت. الغد لي طلقات، من الطلقات حنا باركين دايرين هنا الجنازه، وهي جات وجمعت واحد الميكا بيضة فيها الحوايج مشات خرجت عطاتها لبويها وهربت الدريه. صافي مني جات لابيلونس وكانت الزنقه محبوسه، وقفت لابيلونس حدا دارهم حدا دار هذيك اللي قتلاتها، وخرج خوها وكيفيلمي فينا بحال هكايا. علاش زعما؟ صافي زعما انا درت اللي بغيت وانتوما سيروا موتوا. علاش حنايا نتشوف هذيك الدريه اللي عندها 37 عام وهي اللي خدامه على وليداتها، وراجلها غير كيبيع الحوايج قدام يعني ما عندوش شي خدمه اللي مرسمه، وهازه جداتي اللي هي عدوسه، وهازه ولدها اللي عنده مرض الصرع اللي كل سيمانه كدي عند يدير ترويض 250 درهم. علاش دابا شكون اللي غادي يعوض هاد الدراري؟ والدراري كيفاش غادي يعيشوا؟ امهم اللي عندهم هي اللي كانت هزاهم، وهز عدوسه وهز شحال من حاجه مسكينه في هاد العداده. والله ما شرات الراسه حتى الزيف، وكسات وليدها ربعات الكسوات اللي كسات وليدات. انا كنطلب يطبق عليها الحكم حيت واخا هادشي كامل اللي دارت. ملي رجعنا من السبيطار لقيناها جايبه بنت خالتها وصاحبتها. بنت خالتها هزاك ليموجين، وصاحبتها هز هذاك البوردو اللي ضربتها بي. وهاد البوردو ما قالتوش لينا فاطمه الزهراء حيت ما عرفتش راسها حتى باش ضربات. خوها من يشدوه في الكوميسيريه قال لهم ماشي انا اللي ضربت، اختي هي اللي ضربتها بالبوردو. هاد الهضره هادي اللي سمعنا. حنا كنطالبوا يطبق القانون، حشومه هادشي. هذيك السيده كانت هي اللي عند وليدها كترجاهم تشوفهم، بغات غير تكبرهم حيت عارفه راسها الا مشات ما كاينش اللي غادي يحضي، ما كاينش اللي غادي. شكون امي مسكينه ما كتقش تنوض؟ واش غتبقى الدور تابعهم؟ حتى المدرسه الا ما ديناش ليهم ما كيعرفش يمشيو لها، باقيين صغار. هي اللي كتنوض مع الست الصباح طيب لهم الفطور عاد تمشي، وتجي عاوتاني توجد لهم حويجاتهم بالليل وشحال من حاجه عاد تنعس. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.